أهلا بكم في حلقة جديدة من Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم. إعداد مهندس كرول صفحة. وفي حلقة النهاردة هناخد Electric Circuit Analogy، وهنبدأ بأول نوع اللي هو Series Analogy، وفي بحول الدائرة الميكانيكية عندي لميش لوبس. عموما Electric Circuit Analogy بينقسم لنوعين. النوع الأول اسمه Series أو Direct Analogy، وفيه بستخدم مش لوبس. النوع الثاني اللي هو البارلل انالوجي، وفيه بستخدم النودل ايكويشنز. عموما هناخد ريفيو في الاول. المكثف عندي وبيمر فيه تيار اسمه اي سي. جهد المكثف اللي بيبقى على طرفيه عباره عن 1 على سي تكامل تيار. هاخد دي احولها للابلاس فورم، وبالتالي التكامل عندي هيتحول 1 على اس. هنلاقي هنا الفي بيساوي 1 على سي اس اف اي، يعتبر ده الامبيدنس عندي بتاعه المكثف. فالإمبيدنس بتاعت المكثف في الاس دومين 1 على سي اس. لو رحنا للمقاومه وده تيارها اسمه اي ار، هيبقى فولت المقاومه بيساوي ار في تيارها. لو حولنا دي للابلاس فورم هيبقى عندي في كابيتال اوف اس بيساوي ار اي كابيتال اوف اس، وبالتالي عند الار دي هتبقى الإمبيدنس بتاعت المقاومه في الاس دومين. لو رحنا للملف وقلنا ان تياره اي ال، هيدينا فولت او الفولت اللي على الملف بيساوي ال تفاضل تياره. لو خدنا دي في الاس دومين عندنا التفاضل الدي بيبقى اس، يبقى الامبيدنس عندي عباره عن ال في اس، ودي عباره عن الامبيدنس بتاعت الملف في الاس دومين ال اس. عموما في الاول الميكانيكال سيستم بحوله لدايره كهربيه، ده يطلق عليه انالوجي. يبقى الانالوجي ان انا بحول الميكانيكال سيستم عندي لدايره كهربائيه مكافئه. مثال عندنا هنا دايره ميكانيكيه اهو، بحولها لدايره كهربائيه مكافئه بتبقى عباره عن مش لوبس عندي، ده يطلق عليه السيريز. السيريز ان انا بحول الدايره الميكانيكال عندي لمش لوبس عندي. هناخد مثال بسيط في الاول عشان نقدر نحصل على القوانين اللي هنستخدمها في المسائل. عندنا ابسط نظام ميكانيكي في ازاحه وحيده هنا اسمها اكس واحد او اكس عموما، بتاثر عليه قوه اسمها اف. عندي الثلاثه كومبوننت الاساسيين في اللينير ميكانيكال سيستم، وما يتم قوله في هذا الفيديو عن اللينير ميكانيكال سيستم هو نفسه يمكن تطبيقه على الروتيشنال ميكانيكال سيستم، مع استبدال الاف بالتورك واستبدال الاكس بسيتا. معادله السيستم اللي قدامي ده عباره عن الامبيدنس في اكس بتساوي اف، لان اكس وحيده عندنا اللي هي اكس واحد. الامبيدنس عباره عن ام اس تربيع اف في اس زائد كي زي ما احنا اتعلمنا في الميكانيكال سيستم. لو رسمنا لوب عندي او مش لوب، ابسط مش لوب، وفي ثلاث عناصر كهربيه عندي، هيبقى هنا التغذيه اي، التيار اللي بيمر في اللوب اسمه اي، وعندنا الملف والمقاومه والمكثف. بالتالي الجهد بتاع السبلاي بيساوي ايه؟ مجموع الجهود اللي موجود في الدايره. يبقى جهد السبلاي بيساوي جهد الملف زائد جهد المقاومه زائد جهد المكثف. عندنا تيار اللوب اسمه اي زي ما خدنا في السلايد اللي فات. يبقى الفي ال في الاس دومين بتساوي الامبيدنس اللي هي ال اس بتاعت الملف في التيار. الفي ار هتبقى الامبيدنس بتاعت ار في اي. الفي سي يبقى الامبيدنس بتاع المكثف اللي هو 1 على سي اس في تيار. هنقلها في المعادله دي في التيار هنا في كل ترم، هاخده عامل مشترك تطلع بالشكل ده. هضرب هنا في اس واقسم على اس، فاس اكس كابيتال هتبقى في كابيتال عندي بتمثل الموشن او السرعه، والاف زي ما هي اللي هي الفورس عندي. لما اقسم المعادله دي على اس عندي هتبقى ام اس تربيع على اس تبقى ام اس، اف في اس على اس تبقى اف في بس، معنى الكي هتبقى كي على اس. وقتها ينفع اقارن، هنلقى المعادلتين في تشابه ما بين. هبتدي اقارن، هنلقى الاف لو كافئه الاي جهد الدايره، والفي اللي هي الفلوست عندي اللي هي الخاصه بالموشن، قارنها بالتيار في المعادله الثانيه. هنجد هنا ان الام اس بتكافئ ال اس زي ما شفنا كده، اس اس، يبقى بالتالي الام هتساوي ال. هنلاقي هنا مفيش اس في الترم ده، يبقى الاف في بيساوي ار. وهنا هنلاقي الاس في المقام والاس في المقام، يبقى الكي بتساوي 1 على سي او سي بيساوي 1 على كي، وبالتالي ده الكلام اللي قلناه في المقارنه. يبقى عندي الاف في الميكانيكال سيستم بتكافئ فولتج سورس قيمته اف. التيار في اللوب عندي بيكافئ عندي الفيلوستي اللي هي اسمها في، وعندنا كمان هنرسم ملف، الملف بيكافئ الام في الميكانيكال سيستم وقيمته ام. الار عباره عن مقاومه هتبقى في الالكتريكال سيركت وقيمتها اف في. السبرنج هيمثل مكثف في الدايره، وقيمه المكثف ده عباره عن 1 على كي. فبالتالي الدايره الكهربائيه اللي انا كنت شارحها في السلايد اللي فات لو قعدت رسمها هتبقى نفس الثلاثه كومبوننت. الملف هيبقى قيمته ام وليست ال، يعني ملف ال بتاعته عباره عن ام، المقاومه الار بتاعتها عباره عن اف في، المكثف الساعه بتاعته عباره عن 1 على كي. لو عندي القيم دي في الميكانيكال سيستم ببتدي اطبقها او بحطها على الرسمه. اللي بيمر في اللوب هنا عباره عن تيار، قيمه التيار في،
اللي بيغذي الدايره هنا عباره عن سبلاي قيمته اف اللي هي الفورس عندي. وبالتالي زي ما قلنا ان في السيريز او الدايركت انرجي بحول النظام الميكانيكي لدايره كهربيه عن طريق المش ايكويشنز، وفيها اي امبيدنس موجوده في الميكانيكال بحولها لسيريز في الدايره الكهربيه، دي لو كانت موجوده في لوب لوحدها. اما اذا كانت الامبيدنس مشتركه بين اتنين موشن في الدايره الكهربيه بتبقى مشتركه بين اتنين لوبس. هنشوف الكلام ده في الامثله. في خلال الامثله احنا لسه شارحين وقايلين ان الامبيدنس في الميكانيكال لو كانت بتساوي زيرو لما بحولها في الدايره الكهربيه بتبقى امبيدنس في الدايره الكهربيه برضه. لو الامبيدنس في الدايره الكهربيه بزيرو ده بيمثل شورت سيركت، لان الشورت سيركت في الدايره الكهربيه معناه ان الامبيدنس بتاعته بزيرو. هنروح لحاجه ثانيه، لو الاف في الميكانيكال سيستم بتساوي زيرو، يعني الفورس في الميكانيكال بتساوي زيرو، والاف انا بمثلها بفولتج سورس في الدايره الكهربيه هتبقى قيمته زيرو. ايه معنى فولتج سورس قيمته زيرو؟ يعني انا عملت شورت سيركت. يبقى ملخص السلايد ده، اي زيرو هشوفه عندي في الميكانيكال سيستم هحوله في الدايره الكهربيه الى شورت سيركت، ده في السيريز انالوجي فقط. هنشوف امثله. الامثله اللي هيتم شرحها خلال الفيديو ده هي عباره عن امثله شرحناها في فيديوهات قبل كده، ازاي اجيب لها المعادلات عندي وازاي اجيب الديسكرايبنج فانكشن عندي او الترانسفير فانكشن عندي. هناخد المعادلات دي وهنحولها لالكتريكال سيركت او هعمل انالوجي عليها، فبالتالي انا مش هعيد حل المعادلات دي تاني. عندنا سيستم بالشكل ده، انا هستخدم طريقه ان انا هفرض الرموز عندي. عندي 3 كومبوننت، كل واحد فرضت الرمز الخاص بيه. هنلاقي عندنا 3 كومبوننت بس. حصلت على المعادلات، هيبقى عندي 2 موشن، دي المعادلات الخاصه بالاثنين موشن. هبتدي اخد الاثنين موشن دي احولها لدايره كهربائيه. هبتدي ارسم 2 لوب عشان عندي 2 موشن، عندي ازاحه اكس 1 وازاحه اكس 2، يبقى عندي 2 لوب. فبالتالي هرسم اللوب الاول واللوب الثاني اهو. الاثنين لوب لازم يبقوا متقاطعين او متداخلين، في تداخل ما بينهم، ده الجزء المشترك. احيانا في بعض المعادلات زي كده مش بيسيبها زي ما هي، بيعمل تعديل بسيط، هيجي هنا يضرب في اس ويقسم على اس، فبالتالي تبقى اس اكس 1 بتعبر عن في 1، هنا هيضرب في اس ويقسم على اس، بالتالي اس اكس 2 بتعبر على في 2، يعني هتشيل كل اكس 1 وتحط في 1، كل اكس 2 وتحط في 2، مع اسمه كل الاقواس اللي هنا دي على اس. اما الحد او الاطراف ناحيه اليمين دي مش بعمل فيها حاجه، بتبقى زي ما هي. في البدايه في طريقه الحل هنا دايما ببص على المشترك ما بين الاثنين موشن. هنا المشترك بين اكس 1 واكس 2 هتلاقيه هنا، هو نفسه هنا، ده المشترك بين اكس 1 واكس 2. لا، باخد قوس واحد منهم، ابص على القوس اللي هنا ده، يبقى الكي عندي هي المشتركه بين اكس 1 واكس 2. ابص كده على الجدول، انا اعمل لك هنت كده صغير وقال لك الام في الميكانيكال بتكافئ ملف في الالكتريكال، الاف في بتكافئ ار، 1 على كي بتكافئ سي. هبص هنا المشترك بين اكس 1 واكس 2 ده معناه المشترك بين اللوب الاول والثاني. كي ابص هنا الكي دي بتكافئ مكثف، يبقى هنا في المشترك بين اللوب الاول والثاني هحط مكثف. قيمه المكثف ده 1 على كي، يبقى الكي بتمثل مكثف. اروح هنا بين المشترك الاثنين احط مكثف قيمته 1 على كي. هبدا دايما بالمشترك. في البدايه خالص هرسم خط ارض ثابت في جميع المسائل، وهبتدي ارسم المشترك هنا عباره عن مكثف قيمته 1 على كي. بعد ما انا عملت المشترك بين الاثنين لوب هحذف اللي انا عملته ده من اكس 1 هنا ومن اكس 2 هنا عشان ما يتكررش تاني، بحذفه هنا وهنا، لان اصلا في كتاب معادلاتي في الاول زي ما شرحنا في فيديوهات قبل كده كنت ببص على المشترك بين القوس ده والقوس ده، يطلع المشترك هنا، هتلاقى كي كي مكرره او مشتركه تطلع هنا، فالمشترك ده نفذته خلاص، بمسحه من هنا وامسحه من هنا، من القوسين اكس 1 واكس 2 القطر، هبتدي امسحه من هنا زي ما انتم شايفين، هروح بعد كده لاكس 1، هشوف مين اللي موجود مع اكس 1، اللي موجود مع اكس 1 بيمثل الموجود في اللوب الاول، عندنا هنا ام واف في، لازم الاثنين بيتاخدوا مع بعض سيريز، يبقى ام واف في، الام بتكافئ ملف والاف في بتكافئ مقاوم. يبقى عندي ملف ومقاومه توالي في اللوب الاول، يبقى هنا هحط ملف ومقاومه، الملف هيبقى قيمته ام والمقاومه قيمتها اف في. هروح للناحيه اليمين، الناحيه اليمين دائما بتعبر عن الفورس، قلنا لما يبقى زيرو دي زيرو معناها ان انا الفورس او الفولتج سورس عندي بزيرو، وبالتالي فولتج سورس بزيرو معناها ان انا بعمل شورت سيركت هنا في الحته دي. هروح للوب 2، يبقى انا هنزل على المعادله الثانيه، اللوب 2 ده خاص باكس 2، زي ما قلنا ممكن تخليها اكس 1 اكس 2 او تحولها لفي 1 في 2، ان انت تقسم على اس هنا واس هنا. هنلقى مع اكس 2 مفيش حاجه معناها زيرو، كلمه زيرو يعني قلنا هنعمل شورت سيركت، يبقى عند اللوب الثاني هعمل شورت سيركت. هروح بعد اللي يساوي اللي هي الفورس عندي، الاف عندي بتمثل فولتج سورس في الدايره، يبقى اجي هنا في اللوب الثاني في الحته دي
هعمل فولتج سورس قيمته ايه؟ اف. وبكده انا رسمت عندي اللوبز، هبتدي امسح كل حاجه واسيب اللوبز زي ما هي. هنلاحظ هنا عدد الكومبوننت 3، وفي الميكانيكال عندي 3، لازم طول ما الميكانيكال عدد الكومبوننت بيساوي 3 يبقى الالكتريكال يبقوا 3، ما ينفعش يبقوا ازيد ولا اقل. هروح بعد كده هنفرض عندنا التيارات. التيارات عندي بفرضها، بدور على السورس، عندي السورس بفرض منه التيار الموجب، بفرض التيار في اتجاهه كده طالع منه يعني. اللوب الثاني بيبقى شبهه، يعني لما افرض اتجاه التيار هنا اللوب الثاني بيبقى شبهه. دائما اللوب الاول على الشمال هيبقى V1 واللوب الثاني هيبقى V2. الكلام ده مهم عشان اللوب الاول كان خاص باكس 1 فلازم اللي بيمر هنا V1، واللوب الثاني كان خاص باكس 2 يبقى اللي بيمر هنا V2. هروح لمثال ثاني، ده مثال عندنا اهو مفيش فريكشن وعندنا 4 كومبوننت، وطلعت المعادلات، طلع من الرسمه والمعادلات عندنا ازاحتين. هناخد المعادلات دي هنبتدي نطبقها. يبقى عندنا ازاحتين او 2 موشن، يبقى عندي 2 لوب، يبقى في 2 لوب متداخلين، وده المستطيل اللي هنا ده هيعبر عن التداخل عندي او الجزء المشترك. هبدا بمين؟ دايما ابدا بالمشترك بين الاثنين لوب. هنبدا بالمشترك عندنا هنا. قبل ما ابدا لازم اعمل خط ارض ثابت المشترك بين الاثنين اللي هو اف في وكي. هنبص هنا، الاف في بيكافئ مقاومه قيمتها اف في، الكي بيكافئ مكثف قيمته 1 على كي. يبقى انا هرسم مقاومه مكثف توالي في المشترك هنا، يبقى مقاومه مكثف توالي. بعد كده طول ما انا اخدت المشترك همسح المشترك بين القوسين اللي هنا، يبقى المشترك ده امسحه من قوس اكس 1 وقوس اكس 2، القطر دايما. فهبتدي همسح اللي هنا، مسحتهم اهو. هنروح نشوف بعد كده اللي فاضل، مع اكس 1 فاضل ام 1، الام بتكافئ ملف، يبقى هتبقى ام 1 عندي بتكافئ ملف، يبقى هحطها بملف قيمته ام 1. انا بتكلم على اكس 1، يبقى اروح للوب الاول ارسم هنا ملف قيمته ام 1، ان ام 1 بتكافئ ملف، الملف ده يبقى قيمته ام 1. ده الامبيدنس اللي موجوده في اللوب الاول. نفس المعادله اروح ناحيه اليمين، هنلقى في فورس هنا، الفورس بتمثل فولتج سورس، يبقى احط مع اللوب هنا فولتج سورس قيمته اف. نروح للوب الثاني، اللوب الثاني يبقى هتكلم على اكس 2 اللي موجود في القوس الخاص باكس 2 عباره عن ام 2، والام بتكافئ ملف، يبقى احط ملف قيمته ام 2، يبقى احط هنا ملف قيمته ام 2. هروح ناحيه اليمين هنلقى الفورس بزيرو، يعني عامل شورت سيرك. هنمسح كل حاجه، دي الدايره كده بعد ما احنا ظبطناها. هنعد الكومبوننت هنلقاهم 4، يبقى الكومبوننت عندي 4، وفعلا الميكانيكال هنلقاهم 4. هنفرض التيارات عندي، التيار اللوب الاول يبقى V1، تيار اللوب الثاني يبقى V2. ما تنساش عندك اتجاه التيار بيبقى من الموجب بتاع السورس، يعني يبقى كده. المثال بعد كده، طبعا هنا هتلقى فيه فريكشن هنا مع الكتله والسطح، وفريكشن مع الكتله والسطح، ده بيتعامل معامله عنصر. نعد العناصر عندنا، ادي كتله 1، سبرينج 2، سبرينج 3، الدمبر كده 4، الكتله كده 5، وعندي فريكشن هنا وهنا يبقى 7، يبقى الكومبوننت على الرسم 7. بعد ما حصلنا على المعادلات هنبتدي نرسم. عندي ازاحتين، يبقى عندي 2 لوب متداخلين، اللوب متداخله في المستطيل ده، وبالتالي هشتغل على المشترك. ارسم خط ارض الاول، بعد كده احط المشترك، المشترك اف في 2 كي 2، الاف في بتمثل مقاومه، يبقى احط مقاومه قيمتها اف في 2، الكي 2 بتكافئ مكثف، يبقى مكثف قيمته 1 على كي 2، يبقى احط مقاومه ومكثف، قيمه المقاومه اف في 2، قيمه المكثف 1 على كي 2، في اللوب المشترك بيبقوا سيريز، يبقوا سيريز عشان انا شغال سيريز انالوجي. بعد كده همسح المشترك، المشترك اللي كان هنا ده همسحه من القوس الخاص باكس 1 والقوس الخاص باكس 2، قلت دايما بتكلم على القطر. هروح نمسح، بعد ما انا امسح هيفضل عندي ده. هنشوف اللي فضل معايا في اكس 1، الفضل معايا ام 1، اف في 1، وكي 1، ما دول التلات عناصر ميكانيكال هيكافئوا التلات عناصر الكتريكال عندي، يعني هيكافئوا مقاومه ملف ومكثف. بس الام 1 هتكافئ ملف قيمته ام 1، الاف في 1 هتكافئ مقاومه قيمتها اف في 1، الكي 1 هتكافئ مكثف قيمته 1 على كي 1. يبقى احط الثلاث عناصر اهو سيريز في اللوب الاول عشان بنتكلم على اكس 1، الملف قيمته ام 1 زي ما قلنا، المقاومه اف في 1، المكثف 1 على كي 1. هروح للناحيه اليمين هنلقى هنا الفورس بزيرو، معناها ان انا عملت شورت سيركت. زيرو معناها شورت سيركت ايا كان، سواء كان فورس او امبيدنس. نروح للوب الثاني، يبقى انا هتكلم على اكس 2، مين الباقي مع اكس 2؟ ام 2 واف في 3. ام 2 يعني انا هحط ملف قيمته ام 2، اف في 3 يعني انا هحط مقاومه قيمتها اف في 3، يبقى عندي مقاومه ملف في اللوب الثاني هنا، يبقى اللوب الثاني ده الوحيد بيبقى مستقل كده، هيبقى ملف و اف في 3. هروح للناحيه اليمين كده هنلقى عندي ايه؟
القوة، يبقى أنا أقفل هنا بفولت السورس قيمته F، وبالتالي هتلاقي عندي الاتنين لوبس أهو، البرانش المشترك ده اللي هو بيبقى القوس هنا المشترك، تمام؟ أما ده بيبقى ده اللي موجود مع إكس واحد منفردا، وما تنساش هتلقى عندك هنا الأقواس يعني المشترك ده مع إكس واحد برضه أهو، هتلقى المشترك مع إكس واحد، وفعلا المشترك ده مع اللوب الأول، يعني اللوب الأول ده في كل الكومبوننت دي، واللوب التاني في الكومبوننت اللي هنا ودي، هتلقى القوس التاني كله، فبالتالي هتلقى القوس ده عبارة عن مشترك هنا وهنا. هنعد الكومبوننت عندي 2 4 و3 يبقى 7، وبالتالي على الكومبوننت 7 والميكانيكال كان 7، هفرض عندي ان هنا V1 وهنا V2، ما تنساش اتجاه التيار بيبقى من الفولتج سورس عندي. لو عندك القيم دي موجودة على الرسمة ما تنساش تحطها، يعني FV3 لو ب2 تحط هنا ب2، M2 ب5 تحط 5، K2 ب2 يبقى تحط 1 على 2، ما تنساش المكثف بيبقى الوحدة بتاعته فراد، الملف بالهنري، المقاومة بالأوم، يبقى اكتب القيم وجنبها الوحدات على الرسم. عندنا مثال تاني، هنا هنلقى برضو في فريكشن مع السطح وفي فريكشن، يبقى عندي عنصرين وعندي كده 4 و2 كده عندي 8 عناصر. هنلقى على الرسم هنا في 8 ميكانيكال كومبوننت. حصلنا على المعادلات، هنلقى في ازاحتين فقط على الرسم. هنبتدي نحط اللوب الاول واللوب الثاني، هنروح نعمل خط الارض، هنشوف المشترك بين الاكس 1 واكس 2 اف في 3 وكي 2. اف في 3 يعني مقاومه قيمتها اف في 3، كي 2 يعني مكثف قيمته 1 على كي 2، ده هيبقى المشترك بين اللوب الاول والثاني وبيبقوا سيريز. خلي بالك حطينا القيم اهو، هبتدي امسح المشترك بين هنا وهنا، يعني الجزء اللي انا خدته ده همسحه من القوس الاول للقوس الثاني القطر ده. هنشوف اللي فاضل عندي، اللي فاضل ام 1 اف في 1 كي 1، هنلقى الثلاث عناصر، يبقى معناها هحط الثلاث عناصر سيريز في اللوب الاول فقط، وبالتالي هيبقى ام 1 عباره عن ملف قيمته ام 1، الاف في 1 عباره عن مقاومه قيمتها اف في 1، الكي 1 عباره عن مكثف قيمته 1 على كي 1. هروح للناحيه اليمين هنلقى فورس، يبقى بمثلها فولت سورس هنا قيمته اف. هروح للمعادله الثانيه اكس 2، هنلقى برضو ام 2 اف في 2 كي 3، الثلاث عناصر يبقى بمثل ثلاث عناصر كهربيه توالي، الام 2 متكافئ ملف قيمته ام 2، الاف في 2 بتكافئ مقاومه قيمتها اف في 2، الكي 3 بتكافئ مكثف قيمته 1 على كي 3. عندي الناحيه اليمين اللي هو الفورس بتبقى 0، بعمل شورت سيركت، وبالتالي عندي الاثنين لوب. هنعد الكومبوننت هنا 3 و2 5 و3 8، فعلا عندي 8 كومبوننت، يبقى بنفس الكومبوننت الخاصه بالميكانيك. هفرض في 1 وفي 2، دائما بفرض في 1 وفي 2 وليست اكس 1 واكس 2، لان في الحقيقه زي ما قلنا المفروض اضرب في اس واقسم على اس، هنا اضرب في اس واقسم على اس، تبقى اس اكس 1 معناها في 1، اس اكس 2 معناها في 2، واتجاه الفرد عندي بيبقى من الموجب دائما بتاع السبلاي، والتيار الثاني بيبقى في نفس اتجاه التيار الاول. نروح لمثال ثلاثي، هنلقى عندي هنا 4 كومبوننت، هنلقى فيه 3 ازاحات على الرسم ب3 معادلات. المهم انا هاخد عندي المعادلات هبتدي اشتغل عليها، يبقى عندي كام لوب؟ عندي 3 لوب لان هما 3 ازاحات، يبقى ثاني هيبقى عندي اللوب الاول وادي اللوب الثاني وادي اللوب الثالث. اللوب الثاني واللوب الاول متقاطعين في المستطيل اللي انت شايفه ده، ولازم اللوب 3 يقطع الاثنين لوب، يعني اللوب 3 مع اللوب الاول مشتركين في المستطيل اللي انت شايفه ده، لوب 3 مع لوب 2 مشتركين في المستطيل ده، ولوب 2 مشترك مع اللوب الاول في المستطيل ده. يبقى انا كده انا كتبت المعادلات، دايما بعمل المشترك الاول، يبقى زي ما احنا اتعلمنا في الفيديوهات قبل كده ازاي بكتب المعادلات بالرموز بتاعتها. هروح لهنا، يبقى ده المشترك بين اكس 1 واكس 2، معناها بين اللوب الاول واللوب الثاني، من المشترك كي، يبقى هروح هنا اقول المشترك بين اكس 1 واكس 2 كي، معناها المشترك بين اللوب الاول واللوب 2 كي، كي دي بيمثلها ايه؟ دي بتتمثل بمكثف قيمته 1 على كي، يبقى هحط هنا في المستطيل ده مكثف قيمته 1 على كي. بعد كده امسح اللي انا خدته هنا بين اكس 1 واكس 2، بمشي على القطر دايما على القطر، اروح كده كي بين اكس 1 واكس 2، امسح اللي هو المشترك ده بين اكس 1 واكس 2، يعني امسح من اكس 1 كي ومن اكس 2 هنا كي، بروح للقطر مسحتها اهي. اروح للمشترك اللي بعده، هروح للمشترك بين اكس 1 واكس 3، اكس 1 واكس 3 0، ايه معنى 0؟ قلنا معناها ان شورت سيركت، دي معناها امبيدنس قيمتها 0، امبيدنس 0 يعني شورت سيركت، يعني بين اكس 1 واكس 3، يعني بين لوب 3 ولوب 1 في شورت سيركت في المستطيل ده، يبقى هعمل في المستطيل ده شورت سيركت. هروح المشترك بين اكس 2 واكس 3، اكس 2 واكس 3 معناها بين اللوب الثاني واللوب الثالث، يبقى انا هشتغل على المستطيل الصغير اللي هنا ده. ما تنساش في الاول هنا 0 0، المفروض المشترك بين اكس 1 واكس 3، يبقى اروح لاكس 1 واكس 3 امسح 0 من القوسين، طبعا 0 ما فيش حاجه، تمام؟ نرجع تاني لاكس 2 واكس 3، اكس 2 واكس 3 عندي اف في 1، يبقى بين اللوب الثاني والثالث اف في 1،
FV1 يعني مقاومة، حط هنا مقاومة كميتها FV1، يبقى هنا مقاومة كميتها FV1. خلصت المشترك؟ ما تنساش جبت المشترك بين X2 وX3، هروح أمسح من X2 وX3 اللي أنا خدتهم، أنا خدت FV1S همسح من X2 FV1S ومن X3 FV1S، همسحها كده، هيطلع عندي المعادلات بالشكل ده. هروح تاني للمعادلة الأولى، هتكلم على القطر دلوقتي، هروح أشتغل على القطر. اكس واحد في معادلة اكس واحد بتكلم على القطر، الاقواس بتاعت القطر اكس واحد موجود فيها ايه؟ مش موجود حاجة، زيرو، يعني بعمل شورت سيركت هنا الكومبوننت، مفيش امبيدانس بزيرو. نروح نفس المعادلة ناحية اليمين، الفورس، هل في فورس؟ اه، قيمتها ايه؟ اف، يبقى في فولت سورس مع اللوب الاول قيمته اف. بعد كده هروح للمعادلة التانية او للوب التاني، اللوب التاني يبقى المعادلة التانية بتكلم على القطر، يبقى انا هاخد اكس اتنين في المعادلة التانية، هل في حاجة؟ لا، بزيرو، يبقى اعمل هنا شورت سيركت. هروح للفورس اللي موجوده في المعادله الثانيه، هل في فورس هنا؟ لا، قيمتها زيرو، يبقى اعمل شورت سيركت في اللوب 2. هروح للوب 3، لوب 3 يبقى هتكلم على المعادله 3، المعادله 3 عندي ايه اللي موجود؟ ام اف في 2، يبقى الام بتكافئ ملف قيمته ام، اف في 2 عباره عن مقاومه قيمتها اف في 2، يبقى في لوب 3 لوحدها منفرد، ده خاص بلوب 3 فقط، يبقى هنا لوب 3 هكتب ملف او ارسم ملف قيمته ام ومقاومه قيمتها اف في 2. خلي بالك دي في لوب 3 بس، هل في قوه هنا؟ اه، القوه قيمتها زيرو، يعني انا بقفل الدايره بشورت سيركت. لو لاحظنا عندنا دي الثلاثه لوبس اهي، هنعد الكومبوننت هنلاقيهم اربعه زي الميكانيكال بالظبط، وهنفرض التيارات عندي، اللوب الاول بيبقى في 1، اللوب الثاني في 2، اللوب الثالث في 3. اللوب الاول اتجاه الفي 1 جاي من السبلاي، يبقى في 2 وفي 3 زيه في نفس الاتجاه يعني، ولازم تطلع الرسمه كده، ولازم عدد الكومبوننت يبقى نفس العدد الكومبوننت بتاعت الميكانيك، ما ينفعش يبقى ازيد ولا انقص، غلط، لازم يبقوا زيه بالظبط نفس العدد. بعد كده هنروح لمثال تاني برضو، هنلاحظ هنا هيبقى في 3 ازاحات، عملنا المعادلات، هتعد الكومبوننت، خلي بالك في فريكشن بين الفريم والكتله، يبقى ده كومبوننت، فريكشن بين الفريم والكتله يبقى ده كومبوننت، يبقى 2 والكتله 3 4 5 والفريم نفسه 6، في فريكشن بين الفريم والسطح يبقى 7، عندي 7 كومبوننت على الرسم. هبتدي بعد كده احط اللوبس عندي، ادي اللوب الاول وادي اللوب الثاني، هيبقى في تداخل معايا، وادي اللوب الثالث. لو لاحظتوا ان في تداخلات بين الثلاثه لوبس مع بعض، نرجع ثاني للمعادلات، يبقى هعمل المشترك بين اكس 1 واكس 2، يبقى هروح للمشترك بين اكس 1 واكس 2 الاول، المشترك اف في 1 واف في 2، فين المشترك بين لوب 1 ولوب 2 اللي هنا؟ لان هو المشترك بين اكس 1 واكس 2، اف في 1 يعني عندي عباره عن مقاومه قيمتها اف في 1، اف في 2 عباره عن مقاومه قيمتها اف في 2، يبقى هرسم مقاومتين، قيمه الاولانيه اف في 1، قيمه الثانيه اف في 2. هبتدي بعد كده همسح المشترك من اكس 1 واكس 2، امسحهم القطر، يبقى اكس 1 واكس 2 همسح اف في 1 اس واف في 2 اس، اه همسح هنا وهمسح هنا، همسح القوس ده كله من هنا وهنا. بعد كده هروح للمشترك بين اكس 1 واكس 3، اكس 1 واكس 3 يعني هتكلم عن لوب 3 ولوب 1، فين المستطيل المشترك اللي هو ده؟ المستطيل ده، فبالتالي القيمه هتطلع كي، كي دي بتمثل ايه؟ مكثف، قيمته 1 على كي، يبقى ارسم هنا مكثف قيمته 1 على كي. اول ما اخلص المشترك امسحه، انا شغال بين اكس 1 واكس 3، يبقى اروح لاكس 1 واكس 3 الاقواس بتاعت القطر، اكس 1 واكس 3، همسح من هنا كي وامسح من هنا كي. هروح بعد كده لمين؟ للمشترك بين اكس 2 واكس 3 اللي هنا، اكس 2 واكس 3 عندي يعني بين اللوب 3 ولوب 2، المشترك اف في 3، اف في 3 يعني بيكافئ مقاومه قيمتها اف في 3، يبقى هنا ارسم مقاومه قيمتها اف في 3. بعد كده امسح مين؟ المشترك، يبقى تاني المشترك بين اكس 2 واكس 3 انا جبته، هروح لاكس 2 واكس 3 الموجوده في القطر، همسح مين؟ اف في 3 من هنا واف في 3 اس من هنا، تمام؟ يبقى ارجع تاني كده اروح للمعادله الاولى، هبتدي اخلص القوس الباقي مع اكس 1، اكس 1 دي معناها اللوب الاول، اللوب الاول عندي ام 1، ام 1 يعني ملف قيمته ام 1، يبقى احط هنا ملف قيمته ام 1، هل في فولت هنا او في فورس في المعادله؟ اه في فورس، يبقى هنا هحط فولت سورس في قفله اللوب قيمته اف زي ما انتم شايفين كده. هروح للمعادله الثانيه بتكلم على القوس بتاع القطر، القطر بتاع ده، يبقى ادي القوس، فاضل ام 2 واف في 4، يبقى ام 2 هتكافئ ملف قيمته ام 2، اف في 4 يعني مقاومه قيمتها اف في 4، يبقى عندي ملف ومقاومه توالي، احط هنا كده ملف ومقاومه توالي وبالقيم اللي انا قلتها. هروح للناحيه اليمين هنلقى هنا فورس قيمتها زيرو، زيرو يعني انا هعمل شورت سيركت في اللوب 2 هنا الباقي القفله. بعد كده هنروح للوب 3، لوب 3 منفردا يعني يترسم لوحده بره تحت، لكن اي حاجه جوه المستطيلات المشتركه ده يبقى مشترك، يبقى هروح للوب 3 يبقى هتكلم على المعادله كام؟ 3،
اللي هو القوس الخاص مع اكس 3. يبقى عندي كده القوس بزيرو او القيمه 0 0 يعني امبيدنس بزيرو، يعني عندي بيبقى شورت سيركت. ما تنساش هنا بالناحيه اليمين ما اقفلش شورت سيركت على اللوب كله غلط، لا اعمل برانش كده برانش كده شورت سيركت واسيب البرانش الثاني. البرانش الثاني ده او الجزئيه الباقيه بتعبر عن الفورس، الفورس عندي قيمتها 0 يعني اعمل شورت سيركت كده تمام. يبقى هيبقى عندي ده الشكل. لو عدينا الكومبوننت عندي هنلقى كده 4 و 3 7، وفعلا في الرسمه اللي فاتت كان 7 في الميكانيكال. يعني هفترض عندي في 1 وفي 2 وفي 3، طبعا ما ينفعش تبدل، ما ينفعش تقول هنا في 2 وفي 1 وفي 3 غلط، لان يعني لما انا صممت المعادله ورسمتها رسمت ان دي اللوب الاولى او دي اكس 1 يبقى دي في 1، ودي اكس 2 يبقى دي في 2، ودي اكس 3 يبقى في 3. وقلنا اتجاه التيار بيبقى بناء على السبلاي، السبلاي هنا يبقى اتجاه التيار كده، يبقى باقي اللوبس بيبقى في نفس اتجاه التيار الاولاني، وزي ما قلنا الكومبوننت هيبقوا 7. واتمنى حلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا.